زي الديفرنت افيلبل بايز ريستريشن ماتيريال موجوده في الماركت وعرض لحضراتكم اكزامبلز ليها في اخر الفيديو. لكن بالنسبه للواكس كبايز ريستريشن ماتيريال سبيشلي طبعا للدنتيت, في سبيسيفيك تايب من الواكس نقدر نستخدمها كبايز ريستريشن ماتيريال ويطلق عليها واكس انتر اوكلوزال ريستريشن ماتيريال, غير الموديلنج واكس اللي بتاخد بيه السنتريك ريشن او فيرتيكال دايمنشن للكومبليت دنتشرز.